دكتور شعباني أصيل، طبيب بمدينة القنيطرة. بالنسبة لطب الأسنان فهو طب كباقي التخصصات ديال الطب اللي كاينين. طب كيعتمد بالدرجة الأولى على تشخيص وعلاج أمراض الفم واللثة. بالنسبة لمهنة طب الأسنان، مدة الدراسة إلى حدود السنة ديال 2014 حتى 2015 كانت 5 سنوات، من بعد ولات 6 سنوات بالإضافة إلى سنة إلى سنتين في تحضير الأطروحة. بالنسبة لطرق الحفاظ على نظافة الفم، أول حاجة خص يكون عندنا غسل الأسنان بطريقة منتظمة، يعني أننا نغسل الأسنان ديالنا 2 حتى 3 المرات في اليوم، بالإضافة إلى أننا نستعملوا واحد النوع ديال معجون الأسنان اللي يكون مناسب للحالة ديالنا. هذاك النوع ديال معجون الأسنان اللي غادي نستعملوا خصنا نكونوا قبل درنا واحد الزيارة لطبيب الأسنان. طبيب الأسنان هو اللي غادي يختار لنا النوع ديال معجون الأسنان اللي غادي نستعملوا، سواء النوع ديال معجون الأسنان المضاد للتسوس أو المضاد للالتهابات ديال اللثة عموما، أو إذا كان الهدف أننا نستعملوا واحد النوع ديال معجون الأسنان لتبييض وتجميل الأسنان، فطبيب الأسنان هو الشخص الوحيد الكفء اللي قادر أنه يقول لنا إن نوع ديال معجون الأسنان ممكن نستعمل. بالإضافة إلى هذه كانت واحد بين قوسين بالنسبة للنوع ديال النوع أو النوع ديال معجون الأسنان اللي ممكن نستعمله، بالإضافة إلى أننا خصنا تكون عندنا واحد النوع ديال فرشاة الأسنان اللي تكون مناسبة للأسنان ديالنا واللثة. إلا خدينا جنرالمون كيكون عندنا بعض ديال اللثات اللي كيكونوا اللثات رقيقة أو سونسيبل، اللي كيحتاجوا واحد النوع ديال فرشاة الأسنان اللي تكون رطبة باش ما تأثرناش على ديك اللثة، أو النوع ديال اللثة اللي كيكون السمك ديالها شوية كبير، دونك بالتالي نحتاجوا واحد النوع ديال معجون الاسنان، نحتاجوا واحد النوع ديال فرشاه الاسنان اللي تكون شويه قاصحه. وبالتالي النوع ديال فرشاه الاسنان طبيب الاسنان هو اللي ممكن انه يقول لنا شنو النوع ديال فرشاه الاسنان نستعمل.